مرحلة الخلافة داعش، يعني داعش اللي بتنشأ، طبعا بتنشأ قبل الغزو الأمريكي في شكلها الأساسي في سنة 99 في العراق، بتتطور إلى فرع للقاعدة على إيدين أبو مصعب الزرقاوي، بيتم عملية بنائها. حجم الدم اللي بيسفك فيه العراق ضمن عملياتهم تجاه الشيعة، تجاه الأمريكان، تجاه الأقليات، تجاه ناس مختلفة، كل ده بيتم، وبيتم بناء هذا التنظيم لغاية ما بنصل إلى مرحلة إن أبو بكر البغدادي بيوصل إن إحنا ممكن نقيم خلافة فعلية ويذهل العالم، حين يسيطر تنظيم داعش على حوالي تلت أراضي العراق، على مناطق مهولة من سوريا، على مدينة الموصل، ويتم إعلان الخلافة. ربما في فكر كثير من الجاهدين دي كانت المرحلة النهائية، إحنا هنقدر فعلا نقيم الدولة الإسلامية على الأرض، رغم أن الفكرة طبعا لم تنتهي بالنتيجة المرجوة بالنسبة لهم.